اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. لن أسمح بقيام أي مركز من مراكز القوى مهما كان. أنني لم أتحدث ولن أتحدث بلغتي، ولست أتعامل مع أحد إلا بلغة واحدة وسياسة واحدة ووجه واحد. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. قلت قبل كده ان الديمقراطية لها انياب اشرف من الدكتاتورية. شاب متقدم للبكالوريا هذا العام، طويل وسطي رفيع جدا وصدري مناسب وسيقاني قوية مناسبة. لوني ليس كما في الصورة لأنني أغمق من الصورة قليلا. والآن أصف لكم الجزء العملي. أنا متحكم في صوتي بمعنى الكلمة، فتارة تجدني أقلد صوت يوسف وهبي، وتارة تجدني أقلد صوت أم كلثوم، وهذه خاصية أظنها نادرة. ولي أذن موسيقية محضة، وفي قوة أحكم بها على الموسيقى، ولي ذوق سليم في الحكم على إخراج الروايات وعلى مواضيعها، ولي شعر أسود مجعد ولكنه خشن، وبقية أعضاء وجهي كما في الصورة المرسلة. هكذا وصف السادات نفسه وهو في 17 من عمره حين أرسل ذلك الخطاب إلى مقر شركة الإنتاج السينمائي الخاصة للممثلة والمنتجة آنذاك أمينة محمد، حين طلبت وجوها جديدة لفيلمها تيتا وونغ، والذي أنتج بالفعل وعرض في قاعات السينما عام 1937. لكن دون أن يعمل به الشاب محمد أنور السادات الذي كان في ذلك الوقت قد صار طالبا في الكلية الحربية، مسار لحياة مختلفة تماما كانت لتؤدي في أقصى تجلياتها مفارقة إلى صعود طبقي وترق متصاعد في الرتب العسكرية داخل السلك العسكري. لكن السادات بشخصيته الغنية يأبى إلا أن يعيش حياة العسكري، ولكن بروح الممثل الذي يغير وجهه مع كل دور جديد يطلع للقيام به. وجوه كثيرة متعددة ومدهشة، بل وأحيانا متناقضة، تلك التي ينالها السادات خلال حياته الثرية، ربما أكثر كثيرا مما كان يمكن أن يحظى بها لو اختارته أمينة محمد لدور في فيلمها الذي لم يحظى بالنجاح. ربما لا يوجد مشهد يعبر عن النجاح الذي أراده السادات منذ كان شابا يافعا وهو يتقدم لاختبار الوجوه الجديدة مثل ذلك المشهد. يجلس السادات مرتديا بزته العسكرية ذات الطابع الألماني الهتلري والمصممة خصيصا من أجله، يجلس مزهوا كقائد حرب منتصر وبجواره قادة جيشه، يتابع جنوده يؤدون استعراضاتهم العسكرية احتفالا بمرور 8 سنوات على أهم نصر عسكري حققته هذه القوات على العدو عبر تاريخها،
وتحت قيادته هو شخصيا. نعم يا فندم، القوات جاهزة للعرض، استأذن في بيت العرض. يوزع نظرات الفخر وإيماءات الزهو وهو يعلق لمجالسيه على فقرات الاستعراض وسط عدسات المصورين وكاميرات النقل التلفزيوني، وهو يدرك أن العالم كله يتابعه ويرصد نظراته وإيماءاته. فجأة تتعطل إحدى العربات العسكرية ويهبط جنودها أمام المنصة التي يجلس خلفها السادات وقادة جيشه. يبدو المشهد مخيبا للآمال ومعيقا لتلك الصورة الزاهية التي يحرص السادات على أن يراه الجميع عليها، لكنه كمحترف حقيقي يقف منتصبا كما يليق بقائد شجاع أو بممثل متمرس خرج زملاؤه عن النص المرسوم، وصار من واجبه أن ينقذ المشهد. ولكن فجأة تظهر المدافع الآلية ويصبح الخروج عن النص بعيدا تماما عن السيطرة. يسمع دوي الطلقات النارية لينقطع البث التلفزيوني ويختفي السادات من الصورة. حين تعود الصورة مرة أخرى يشاهد العالم وجها جديدا تماما للسادات الذي لطالما أحب أن يشاهده العالم، لكنه لم يكن الوجه الذي يحب السادات نفسه أن يريهم إياه. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. فعليا هو كان انتهى بالفعل. ما هو أنت لا يمكن أنك تحكم بلد في عداء مع كل ما فيها، ما ينفعش، لازم يكون ليك أنصار، ما ناس مستعدة تدافع عنك وناس مستعدة تقف جنبك. هو جمع الكل ضده. هي أزمة بتتصاعد بتصل إلى قمتها في جريمة اغتيال الرئيس السادات في 6 أكتوبر 1981. اللي ارتكب هذه الجريمة تنظيم إرهابي، العنف والاغتيال بالنسبة له شريعة منطقية من وجهة نظرهم. السادات أعطى قبلة الحياة للحركة الإسلامية وأعطى قبلة الحياة للدعوة الإسلامية، ولكن الحركة الإسلامية لأنها أطياف مختلفة فيها شباب قليل خبرة، شباب متحمس، مجموعات لا خبرة لها لا بالدين ولا بالواقع ولا بالسياسة، فردت عليه ردا سيئا بأن هي بعض فصائل اغتالت. أنا أذكر في الوقت اللي كان بيستخدم فيه بعض الشباب ده العنف، كان اللي استخدم العنف ضده يروحوا اسم الشرطة عشان يعملوا محضر ضد فلان أو فلان من مجموعة الشباب اللي بيستخدم العنف، فكان اسم الشرطة لا يتجاوب معه، وكان التعليمات عنده لا سيبهم يستخدموا العنف لأنه عاوز يستفيد من هذا العنف لتحقيق ما ظهر بعد كده أنه يتكئ عليه في قمع المعارضة السياسية اللي كان الأساس فيها الإسلاميين لا شك في الوقت ده، وكان سببها الرئيسي هو سياسات السادات. يطلق السادات على نفسه في بداية توليه رئاسة الجمهورية الرئيس المؤمن، ويكني دولته بدولة العلم والإيمان، ويفتتح عهده بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان المسلمين المسجونين في عهد عبد الناصر، ثم يفتح الباب على مصراعيه لتنشط الدعوة الإسلامية بشتى طوائفها للعمل بحرية تامة في شتى المجالات. بعد 11 عاما من توليه مقاليد الرئاسة تغتاله إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة بدعوى قهره المعارضة وفي القلب منها الحركة الإسلامية. تبدو تلك كأحجية صعبة الحل فقط إذا كان بطلها شخصا غير محمد أنور السادات،
فما حياة السادات منذ الطفولة وحتى الاغتيال سوى مجموعة متنوعة من المتناقضات التي تصل إلى حد الأحاجي المستعصية على الفهم. وجوه كثيرة ومتباينة يمكن رؤيتها للسادات حتى يبدو صعبا على التصديق أن شخصا واحدا يمتلك كل تلك الوجوه المتناقضة. الطفل الريفي الفقير هو ذاته من سيملك لقب أشيك رجل في العالم. بطل الحرب والسلام هو نفسه من اتهم بالهروب في لحظة الثورة. المتهم بالاغتيال السياسي سوف يموت مغتالا في لحظة مجده. هل هي شخصية الممثل الذي يستمتع باستبدال الوجوه للتدليل على براعته؟ أم هي شخصية السياسي الداهية الذي جبل على المراوغة والتلون والدبلوماسية لكي يحقق دائما أعلى المكاسب؟ تلك الحياة التي تبدأ في 25 من ديسمبر عام 1918 ويسدل الستار عليها في 6 من أكتوبر عام 1981 حياة تليق ببطل تراجيدي يمكن أن يكنى بصاحب الألف وجه. يولد محمد أنور السادات في قرية ميتا بولكوم التابعة لمحافظة المنوفية بدلتا مصر. الأب محمد السادات مصري متعلم تعليما متوسطا، يعمل موظفا بوحدة طبية تابعة للجيش البريطاني بالسودان، بينما الأم فلاحة سودانية الأصل تدعى ست البرين. كانت الزوجة الأولى للأب، لكنها لم تبقى الوحيدة. الأب الغائب لأغلب الوقت لظروف العمل يجعل الأم هي الأقرب لقلب وعقل الطفل والصبي محمد أنور. عانت الأسرة إجمالا من فقر وعواز مثل سائر الأسر المصرية البسيطة في ذلك الوقت، مما ترك أثرا نفسيا على الطفل محمد أنور لم يضاهيه سوى الأثر الذي تركته المعاملة السيئة من قبل الأب للزوجة الأولى ست البرين وأولادها بعد زواجه من أخريات وإنجابه أطفالا آخرين يفاقم من حالة العوز والفقر التي تعيشها العائلة. الفقر لا يعيب، لكن بيعمل حاجتين متناقضتين، إما أنه يجعل الإنسان منتمي للفقراء الذين جاء منهم ويعمل على خدمتهم أو تغيير ظروفهم للأفضل، أو يحاول يبدو على غير ما هو عليه، وبالتالي بيخون الناس اللي جاي منهم. السادات كان والدته كانت الزوجة التي لا يحبها أبوه، وهو كان شديد الارتباط بوالدته، والحاجات دي تذكر له ومش تذكر ضده، رغم ان هي طبعا من ناحية قوت شخصيته، من ناحية تركت بعض العقد أو بعض الضرائن اللي يعتبرها مفهومة جدا. يتلقى السادات تعليمه الأولي في كتاب القرية، ثم يلتحق بمدرسة الأقباط الابتدائية التابعة لقرية طوخ بلك المجاورة. ويبدو في ذلك الوقت أن حياة الطفل أنور سوف تستمر في هذا الاتجاه، لينشأ رجلا ريفيا يحظى بتعليم متوسط كأبيه، وتكون أقصى طموحاته وظيفة بسيطة توفر الكفاف لأسرته. إلا أن حادث مقتل الإنجليزي السير ليستاك سردار الجيش المصري في السودان عام 1927 بينما لم يكن السادات قد بلغ 10 من عمره بعد يفقد الأب وظيفته ويجبر الأسرة على الانتقال للعيش بالقاهرة، وبالكاد يسع البيت الصغير في حي حدائق القبة الأب وزوجاته 3 وأطفالهم الكثر، ليكون نصيب 6 البرين وأطفالها 5 حتى ذلك الوقت حجرة صغيرة في ذلك البيت الذي عمل فيه من قبل الأب كخادمة للجميع، مما ضاعف سخط الصبي اليافع محمد أنور
على ظرفه الاجتماعي المعقد. عبد الناصر وسادات بيشتركوا في ان الابوات جايين من الريف ونرحوا الى المدينة اللي يعملوا في المدينة بعد قسم التعليم. طبعا الجيش كان بالنسبة لهم فرصة لخدمة الوطن، الدراسات في الكلية العسكرية كانت مدتها قصيرة نسبيا، ففرصة الحصول على المرتب بسرعة. المهنة كانت في الثلاثينات ذات سمعة عالية جدا، كانت حلم الشباب انه يخدم الوطن في اطار ايديولوجي شايف ان المفاوضات لم تؤدي الى شيء ويجب اللجوء الى القوة، او لازم مصر تبقى فتية قوية الى اخره لانتزاع حقوقها بالعافية لانها مش عارفة تاخدها من المفاوضات. يعني واحد من طبقة بسيطة جدا في الريف المصري عايش عيشة بسيطة جدا، فجأة لقى نفسه لبس اللبس الميري اللي هو له انعكاسات طبقية في المجتمع. الناس لما بتمشي في الشارع في ذلك الزمان ويلاقي واحد لابس ميري سواء كان ضابط شرطة أو ضابط جيش بيحظى بالاحترام، والناس تعتقد أن ده أصلا من طبقة عليا اعتمادا على النظام القديم في من يدخل هذا السلك من العسكريين. يلتحق السادات بالمدرسة الحربية عام 1935 ويتخرج فيها عام 1938 بعد عامين فقط من إبرام مصطفى النحاس زعيم الوفد حزب الأغلبية المصرية في ذلك الوقت لمعاهدة 36 والتي تعطي لمصر استقلالا نسبيا عن المحتل البريطاني، بل وتحرر الجيش المصري كذلك من سطوة القوات البريطانية التي صارت تتمركز بعيدا في معسكرات القناة. يعين السادات فور تخرجه كملازم ثان في إحدى كتائب المشاة بالإسكندرية ليصبح الشاب الريفي البسيط ضابطا رسميا في الجيش المصري، ويتواكب ذلك مع زواجه من السيدة إقبال عفيفي ابنة أحد أعيان قريته بالمنوفية والتي يربطها صلة قرابة قريبة من الخديوي عباس حلمي الثاني، مع ما يصاحب ذلك من ترق طبقي واجتماعي يعاينه السادات للمرة الأولى. ولكن هذا الوجه الرسمي والمستقر نسبيا الذي صار عليه الشاب العسكري المتخرج حديثا ليصبح للمرة الأولى قادرا على إعالة نفسه وأسرته البسيطة لا يعيقه عن مواصلة ما بدأه في مرحلته الثانوية وأثناء دراسته بالمدرسة الحربية من الاهتمام بالشأن السياسي بالمخالفة للقواعد العسكرية الصارمة في هذا الشأن. كان مطلب الاستقلال التام عن المحتل يشغل الشباب المصري في شتى المجالات، بينما العالم كله يعيش توترا كبيرا مع الصعود القوي للنازية والفاشية في أوروبا كقوتين عسكريتين شابتين في مواجهة القوى القديمة الممثلة في بريطانيا وفرنسا. ينقل السادات بعد أشهر قليلة إلى كتيبة مشاة جديدة بالقرب من قرية منقباد التابعة لمحافظة أسيوط في جنوب مصر، حيث يقابل هناك للمرة الأولى ضابطا آخر حديث التخرج هو جمال عبد الناصر، مع آخرين ممن يشغلهم الشأن العام خارج حدود حياتهم العسكرية الضيقة. لا يخفي السادات منذ البداية إعجابه الشديد بالزعيم النازي هتلر بما يمثله من تهديد للإمبراطورية البريطانية التي صارت تعيش في مصر على أعصابها مع الصعود المضطرد لتحالف النازية والفاشية في أوروبا. اللي حصل مع صعود الفاشية والنازية في أوروبا من العشرينات مع الأزمة الاقتصادية العالمية ومع وجود المنطقة العربية خاضعة للاستعمار الأوروبي الإنجليزي والفرنسي، بدأت ميول جوه مجموعات من الشباب وحتى من السياسيين الكبار تجاه دول الفاشية والنازية. طبعا بدأ يظهر تأثير لهذه الأفكار، وده بالتأكيد كان ليه تأثيراته في قطاعات المجتمع المختلفة بما فيها الجيش. كان أغلب ضباط الجيش المصري متعاطفين مع الألمان مع فروق في منطق التعاطف. هناك من يتعاطف مع ألمانيا من منطق عدو عدوي صديقي، أي
لا يتعاطف بالضرورة مع النظام السياسي الألماني أو مع التوجهات بتاعة أدولف هتلر، إنما بمنطق إن اللي بيدور إنجلترا كويس في مصر. وكان هناك ناس متعاطفة أكتر مع النازية بمنطق هي أخرجت ألمانيا من كبوتها، وبالتالي هي نموذج يحتذى ويجب أن يقلد، ونموذج ممكن تقليده في مصر. يعود السادات إلى القاهرة مرة أخرى مع بدايات عام 1939، يلتحق بمدرسة الإشارة المفتتحة حديثا تمهيدا لانضمامه إلى سلاح الإشارة المستحدث في الجيش المصري مواكبة لتطورات العصر. يتزامن تخرجه من المدرسة وتعيينه في إحدى الوحدات العسكرية بمرسى مطروح بالقرب من الحدود المصرية الليبية مع اندلاع نزاع الدولي المدمر الذي سيعرف فيما بعد بالحرب العالمية الثانية، تلك الحرب التي تخوضها بريطانيا ضمن قوات التحالف ضد ألمانيا مع قوات المحور وأبرزها إيطاليا التي تتمركز قواتها على الحدود الليبية المصرية على مسافة غير بعيدة من مرسى مطروح، ليصبح ضابط الجيش المصري حليف القوات البريطانية على خط المواجهة مع أعداء البريطانيين الذين لا يخفي تعاطفه معهم ضد بريطانيا وحلفائها. السادات كان في هذه الفترة مع عزيز علي المصري اللي هو الراجل ضابط كان في الجيش التركي زمان أيام الدولة العثمانية ورجع مصر وله مكانة، وكان في برضو نفس الحركة دي عناصر معينة مع عناصر الجيش تنتهز فرصة الصراع الألماني أو المحور مع الإنجليز ويتصلوا بالألمان. تجتاح جيوش هتلر أوروبا كلها تقريبا وتلحق الخسائر الكبيرة بالحلفاء في شتى الجبهات، حتى يبدو أن بريطانيا العظمى لن تصمد طويلا أمام زحف قوات هتلر. وبحلول عام 1942 تصل المواجهات إلى الصحراء الغربية في مصر، حيث يوجد السادات مع كتيبته بالقرب من مدينة مرسى مطروح. يصل التوتر الإنجليزي إلى أقصاه، وتبدأ التدخلات في الشأن الداخلي المصري تصل إلى مدى غير مسبوق، تجبر إنجلترا الملك الشاب فاروق على إقالة الحكومة وتعيين حكومة وفدية برئاسة مصطفى النحاس، ويبدو أن الإنجليز لا يطيقون حتى مجرد الوقوف على الحياد في هذه الحرب الشرسة. وهنا يخرج السادات وجها جديدا من جعبته التي لا تخلو من وجوه مدهشة وغير متوقعة. يقبض على الضابط الشاب في الجيش المصري بتهمة التجسس لصالح الألمان في القضية التي اشتهرت بقضية الراقصة حكمة فهمي. كان في ملهى الكتكات المعروف ناحية امبابة، ده الملهى ده كان مشهور جدا براقصة معروفة اسمها حكمة فهمي، كانت بتقيم في عوامة على نهر النيل قصاد الكتكات على طول. الجماعة الألمان التقطوا هذه السيدة واستضافتهم في العوامة، أتاري هم معهم ايه جهاز ارسال واستقبال، عطل الجهاز، السادات كان بيحضر هذا الملهى في احد ايه السهرات، فعرفوا ان ده ضابط في الجيش وفي سلاح الاشارة، والجهاز الارسال ده شغلة سلاح الاشارة، فطلبوا منه ان هو ايه يروح يصلح الجهاز. فلما لقوا السادات راح الى العوامة وصلح الجهاز اعتقلوه، وتم ايه فصله من الجيش في سنة 42. قطعا السادات لما تعاون مع الالمان ده كان بناء على دوافع وطنية لا تعتبر خيانة، قد تعتبر جريمة أخلاقية مش في حق الوطن، بس اللي هو فكرة أنت تحالفت مع الشيطان. الحقيقة هذا الإعجاب لم يكن إعجابا بالنازية باعتبارها فكرة عنصرية وضد الإنسانية وبتبيد البشر ما عدا الجنس الآري الألماني، لكن كان نوع من المشاعر المضادة للاحتلال الإنجليزي، يعني عدو عدوي صديقي. كان عنده نقدر نقول توجهات فاشية، كلمة سخيفة بس هي أظن أنها دقيقة في حالته، بس نقول توجهات يمين سلطوي معادي للديمقراطية، ويجد أن إحياء الوطن لازم يجي عن طريق تنظيم قوي شبه عسكري أو عسكري إلى آخره إلى آخره. يفصل السادات من الجيش ويسجن في سجن خاص بالأجانب ليعود إلى ما قبل نقطة الصفر، يترك طفلتيه اللتين لم تكمل كبراهما الثالثة من عمرها في رعاية الجد، ويتحول من الضابط الشاب في الجيش
إلى السجين السياسي بلا عمل إذا ما قدر له الخروج من المعتقل الذي أشرف الإنجليز عليه بشكل مباشر بفعل الأحكام العرفية المفروضة على مصر في تلك الفترة. يقضي السادات في السجن سنتين كاملتين. تكون أحوال الحرب العالمية حينها قد انقلبت رأسا على عقب. بدأت ملامح هزيمة هتلر تلوح في الآفاق لا محالة. الحلفاء يبسطون أيديهم على أوروبا ثانية، والإنجليز يتمكنون أكثر من السيطرة على الأوضاع في مصر، ويبدو ألا أفق يلوح أمام السادات للخروج من هذا المأزق يمكن أن يأتي من خارج أسوار السجن. في نوفمبر من عام 1944 يتمكن السادات من الهروب من السجن. يقوم بتغيير ملامحه ويطلق على نفسه الحاج محمد، وتكون أمامه الفرصة ليمثل دورا جديدا، ولكن ليس في فيلم سينمائي هذه المرة، وإنما في حياته اليومية. يعمل مساعدا لسائق سيارة نقل لفترة، ثم عاملا بأجر يومي في توسعة إحدى الترع في منطقة القناة. ولكن الحاجة لشخصية الحاج محمد تنتهي بانتهاء الحرب العالمية الثانية وإيقاف العمل بالأحكام العرفية، فيسقط بالتبعية أمر اعتقاله، ويصبح من حقه الظهور علنيا مرة أخرى، ليعود محمد أنور السادات إلى أسرته ومنزله بلا رتبة الضابط، ولكن أيضا بلا عمل ولا دخل يستطيع أن يعول به عائلته. هل يكتفي السادات إذن بدور رب الأسرة، قانعا بكونه أخيرا ليس موجودا في بؤرة الأحداث التي تؤدي به إلى المشاكل، أم يخلق لنفسه وعائلته مشكلة جديدة ربما تكون أكثر تعقيدا من سابقتها وأقرب إلى انهيار مستقبله تماما؟ يوسف رشاد هو اللي فكر في إنشاء هذا الحرس الحديدي ده، اللي هو إزاي يحمي الملك بعد إهانة الإنجليز له، خصوصا سنة 42، الحادثة المشهورة بتاعت 4 فبراير 42، عن طريق التخلص من أعدائه. مين أعداء الملك؟ الإنجليز وأصدقاء الإنجليز. هنا هذا النشاط بتاع الحرس الحديدي اغتيال أمين عثمان اللي كان وزير مالية سنة 46. قضية اغتيال أمين عثمان بتيجي في السياق، يعني حالة كانت موجودة عند قطاعات من الحركة الوطنية المصرية من فترة مبكرة بتبرر فكرة جريمة القتل لاغتيال بدعوى ان ده اغتيال سياسي لخصوم سياسيين بيضروا بالصالح الوطني. وهم ليه اغتالوا امين عثمان؟ لانه قال مسألة جلاء الانجليز دي مسألة مستحيلة، وان في حصل زواج بين بريطانيا ومصر، زواج كاثوليكي. التنظيم ده كان واضح ان سادات اتصل بيه يا بناء على تكلفة من القصر، يا اما هو قال للقصر ان في شوية شباب بيعمل كده ولفت نظر. فنظرا لخبرة السادات، سواء خبرة سياسية او خبرة عسكرية، هناك اسباب قوية تجعلنا نعتقد ان هو تلعب بالتنظيم ودفعه الى قتل امين عثمان كخطوة اولى لقتل بعد كده مصطفى النحاس، بمنطق انه حكم اعدام للخونة. في النهاية الجرائم اللي بتنسب لتنظيم الحرس الحديدي هي جرائم موجهة بشكل اساسي ضد خصوم الملك، ومنهم طبعا نحاس باشا كزعيم للاغلبية الشعبية ومعبر حتى هذه اللحظة عن ارادة المصريين. فكرة الزعيم الشعبي اللي بتأيده الجماهير بالنسبة لي لا يشكل قيمة، لكن القيمة هي للملك، السلطة المنضبطة، فما فيش حاجة غريبة في ده. سلوك الاغتيال نفسه سلوك فيه نوع من الاضطراب، يعني لانه الحقيقة اذا انت عايز تعمل نضال حقيقي ناضل بالناس، بان انت بتعمل توعية للناس والناس كجماهير هي اللي بتتحرك من اجل الاستقلال، من اجل استقلال القرار الى اخره، بمجموع الناس وليس بفكرة قتل شخص او شيء من هذا القبيل، لانه هيقتل شخص هيجي غيره. الحالة الذهنية اللي كانت موجودة في المجتمع وقتها اللي بتبرر اغتيال الخصم لو انا حكمت عليه ان هو
خاين او ان هو خارج الاطار الوطني. ودي خطورة الامر، ان انا لو قبلت هذه الفكرة نتيجتها بتكون اي مجموعة تحاكم المجتمع وتحاكم افراده وتحكم عليهم وتنفذ احكامها. وده للاسف اللي تعرض له الرئيس السادات في نهاية حياته. في الاخر انت ما رحتش اغتلت قائد الجيش الانجليزي، يعني ساعتها كان دي قوة احتلال، نعم، لكن في الاخر انت اغتلت حد مصري. ده دوما بينظر لي أعمال الاغتيالها هتؤدي إلى تغيير السياسة، ما أدتش. يقبض على السادات في يناير من عام 1946 ويعود إلى السجن مرة أخرى ليقضي به عامين جديدين ونصف العام، منها عام ونصف العام في الزنزانة 54 الانفرادية. يظل من جديد بعيدا عن عائلته وابنتيه اللتين أوشكتا أن يصير ثلاثة، كبراهما لم تتخط بعد 7 من عمرها. تشغل القضية الرأي العام المصري طوال السنتين ونصف السنة، ويلقى المتهمون تعاطفا شعبيا كبيرا، حتى يبرهن السادات من جديد على دهائه الاستثنائي وبراعته في تأمين نفسه حين يصدر الحكم أخيرا في منتصف عام 1948. بينما الجيش المصري الذي كان السادات أحد أفراده متورط في الحرب ضد العصابات الصهيونية في فلسطين، يصدر الحكم ببراءته وسقوط التهمة عنه لعدم كفاية الأدلة ليخرج إلى الحياة مرة أخرى، ولكنه لا يزال مطرودا من الجيش وبلا عمل. الشيء الوحيد الإيجابي أنه غير مطارد من السلطات، ولا حاجة لديه للتنكر في شخصية الحاج محمد مرة أخرى. يعمل ببعض المهن الحرة حتى يستغل صداقته بالكاتب الصحفي إحسان عبد القدوس للعمل صحفيا بمجلة المصور التابعة لدار الهلال، معتمدا في ذلك على ولعه الدائم بالقراءة والكتابة. يتعرف في نهايات عام 1948 على الفتاة جيهان صفوة رؤوف ذات 15 ربيعا عن طريق أحد أصدقائه المقربين. تغرم الفتاة الصغيرة على الفور بذلك البطل الأسطوري الذي طالما تناقلت الصحف أخبار قضيته القريبة باحتفاء بوطنيته. ولا تلبث الأشهر الأولى من عام 1949 تمر، وفي مارس بالتحديد يطلق السادات السيدة إقبال أم بناته الثلاث ليتزوج بعد شهرين في 29 مايو من الجميلة ذات 15 ربيعا جيهان صفوت. يبدأ السادات حياة جديدة مع زوجة جديدة ومهنة جديدة، لكن الحنين للعودة للمهنة القديمة لا يزال يؤرقه. يسعى حثيثا لدى صديقه الدكتور يوسف رشاد المقرب من الملك ليعود ضابطا مرة أخرى، حتى ينجح هو ويوسف رشاد في مساعيهما ويعود السادات مرة أخرى في بدايات عام 1950 للعمل بالجيش على نفس رتبته التي خرج عليها، وهي رتبة اليوزباشي، متأخرا عن زملاء دفعته الذين سبقه معظمهم برتبتين. يكون حريا بأي كان في وضع السادات أن يقنع بنجاحه في العودة للجيش والانضمام مرة أخرى إلى أصدقاء وزملاء الأمس، ويحرص على أن يكون بعيدا عن أي نشاط يسبب له مشاكل جديدة هو في غنى عنها، وهو يحاول البدء من جديد على كافة الأصعدة، لكن جعبة الوجوه الممتلئة لا تنضب أبدا في معين السادات. مع بدايات عام 1951 تتشكل الهيئة التأسيسية للتنظيم السري داخل الجيش والمعروف باسم الضباط الأحرار. يختاره جمال عبد الناصر أحد زملاء الأمس ليكون عضوا في الهيئة التأسيسية للتنظيم. فهل يقبل الضابط العائد إلى وظيفته أخيرا تلك المخاطرة الكبيرة التي يمكنها أن تكتب سطر النهاية لمستقبله تماما؟ بل والأهم هو كيف وثق جمال عبد الناصر في هذا الضابط العائد للجيش بوساطة ملكية، والذي تحوم الشبهات من حوله في قضايا عدة، أن يكون عضوا قياديا في ذلك التنظيم السري الذي لن يؤدي اكتشافه إلى أقل من إعدام جميع أعضائه. إحدى الألغاز الكبرى هي انضمام عناصات للضباط الأحرار. أولا هي روايته إن هو طول عمره وطني، وإن هو عبد الناصر بيعرفه بعض من المنقبات، وإن عبد الناصر طلب منه الانضمام للحرس الحديدي لمراقبة
نشاط هذا التنظيم والمحاولة للحصول على معلومات عن الأحوال في القصر وقراءة القصر للحياة السياسية وقراءة لما يحدث في الجيش. أعتقد أن الموضوع أعقد من كده. السادات انضم لتنظيم الوطن الحراري واضحة. عبد الناصر كان يحبه ويثق في قدراته على عكس ما يقال، أظن دي واضحة برضه. في رأيي أن أنور السادات كان أكثر الضباط المؤهلين للدخول في تنظيم الضباط الأحرار، لأن هو اللي كان ليه نشاط سياسي معروف. أن شخص زي أنور السادات بدوره ومشاركته في العمل السياسي من فترة مبكرة كان مؤهل تماما أنه يكون في هذا التنظيم وفي قيادة هذا التنظيم أيضا. من الذي أبلغ الملك أو حاشية الملك بأن هناك تنظيم داخل الجيش؟ صحيح عنوانه في المنشور الضباط الأحرار، لكن مين هم؟ هو كان على اطلاع بمين عضو على الأقل في القيادة وعمه مبلغ، فولاؤه لتنظيم الضباط الأحرار إلى حد كبير واضح جدا. ولا ننسى أنه خاطر، لأنه علم ولم يبلغ، دي جريمة خطيرة في الجيش. يا ترى مين بقى اللي قال؟ هي دي القضية لحد النهاردة. يعني على قد قراءتنا ما لقيناش حاجة، إنما لابد من وجود فاعل، وهذا يثير الشبهة مثلا حول السادات إنه قام بالدورين، إن هو كان عبد الناصر عاوز يبقى عين على الضباط على القصر، بينما هو ممكن يبقى عين على الضباط لصالح القصر الملكي. لم يخن أبدا تنظيم الضباط الأحرار. أعتقد إن ولاؤه الحقيقي كان لتنظيم الضباط الأحرار، بس هو كان اتبهدل فما قطعش بالحرس الحديدي، وغالبا ادى شوية معلومات. انا في تصوري بس ما عنديش اي دليل ان هو عكس، ان هو قال لتنظيم الحرس الحديدي ان هو هيحاول يتصل بالضباط الاحرار عشان يعرف ايه هم اخبارهم، وبحيث ان لو اتمسك كان هيقدر يقول لهم والله انتوا اللي بعتوني. يتسبب تسرب الاخبار عن تنظيم الضباط داخل الجيش في ارتباك داخل التنظيم، ويتم تقديم الموعد المحدد للحركة ليكون فجر 23 من يوليو عام 1952. يكون السادات في إجازة من وحدته العسكرية المتمركزة بالقرب من مدينة العريش بناء على تعليمات من جمال عبد الناصر قائد التنظيم. وبينما الجميع من زملائه على أهبة الاستعداد للقيام بذلك العمل الذي سوف يغير وجه مصر للأبد في مساء 22 من يوليو، يأبى السادات إلا أن يثير الجدل حوله كما اعتاد في كل خطوة يخطوها. يصطحب زوجته إلى السينما ويخرج منها إلى قسم الشرطة ليحرر محضرا هناك إثر مشاجرة مع بعض الرواد، ليتأخر على الموعد المحدد لبدء العمليات. لما تقرر القيام بالحركة ليلة 23 يوليو وتم إبلاغ الهيئة التأسيسية دي باليوم وكل واحد له دور في هذا الموضوع، دخل السينما وافتعل خناقة وأصر على أنه يبقى فيه محضر في الاسم. اتأخر ساعتين مثلا، ما استناش أن الصورة تتضح عشان ما نظلموش، هو بس كان أمن نفسه في الأول. ولما اتزنق في القصة دي وكانوا بيعايروه بالقصة دي قالوا ما حدش منكم تسجن، أنا تسجنت وأنا أكتر واحد منكم معروف، أنا سأعاقب عقاب أشد ومخططي أكبر. واحد بيتصرف بشكل ذكي كسياسي، كسياسي بمعنى انه اشتغل في تنظيمات سياسية يعني او في عمل سياسي سري، ازاي انه يوجد لنفسه دليل براءة في حالة فشل محاولة الانقلاب، وده لا يدينه في شيء ولا يشينه في شيء على الاطلاق. وهو تاني يوم الصبح هو اللي قرى البيان بصوته، كانش الامور اتحسمت وكان لسه الملك موجود، وبالتالي هو كان اكثر الناس تعرضا للخطر في اللحظة دي. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى طبعا اللي بيقرأ بيان الثورة بيتحمل
مسؤولية مباشرة، يعني لو قدر لهذه الثورة أن تفشل كان هيتعلق في المشنقة. السادات كان صوته صوت جهوري، فاختيار السادات لأسباب هنسميها فنية بيتفهم. قد يكون هناك أسباب سياسية، على سبيل المثال حب عبد الناصر يعرض السادات، كان عنده شك في مدى ولائه، كان متضايق يمكن من تأخره فحب يورطه، وقد يكون هناك أسباب أخرى. اختيار السادات لكي يقول البيان من جمال عبد الناصر هو بسبب علاقته بالقصر الملكي، ده نوع من تطمين القصر الملكي ان الحركة ليس مقصودا بها القصر الملكي. ايه الدليل هنا؟ ان لم تلغى الملكية. كل اللي حصل بعد ما تنازل فاروق عن العرش بعدها بثلاث ايام من 26 يوليو عينوا ولي العهد بمجلس وصاي. فاذا لما يبقى السادات هو اللي يقول البيان يبقى القصر الملكي مطمئن، ده الراجل بتاعنا. وكان دايما بيبحث عن باب خروج، مش انكار لاخلاصه في القضيه الوطنيه. اخلاصه في القضيه الوطنيه اخلاص واضح، ولا يعيبه هذا البحث الدائم عن مخرج او محاوله للتامين او فتح قنوات مع ناس ولا يحبهم. كان واضح ان في رفض في قواعد ضباط الاحرار لوجود السادات في مجلس قياده الثوره. كان في توتر ما بين قواعد ضباط الاحرار ومجلس قياده الثوره ككل، والكلام ينطبق على السادات بطريقه اكبر كالاتي: مين لعب دور تنفيذي مهم لليله الثوره في مجلس قياده الثوره؟ عبد الناصر كان هو الزعيم، فهذه زعامته كانت مقبوله، بس كان مدرس في كليه اركان حرب، اي لا يحرك وحدات. الوحيد اللي لعب دور حرك وحدات يوميها كان على مجلس قياده الثوره الاصلي الصغير كان خالد محي الدين. فهم من ناحيه ضموا للقياده ضباط لعبوا دور مهم ليله الثوره لتهدئه قواعد ضباط الاحرار اللي فوجئوا ان في قياده، وانهم هما كان ممكن يقول القياده دي ما عملتش اي حاجه ليله الثوره. فكان في دايما حساسيه في النقطه دي، فاضطر الرئيس عبد الناصر انه يضم يوسف منصور صديق، زكريا محي الدين، حسين الشافعي، ضم عبد المنعم امين. دول ما كانوش في القياده اصلا، بس هما دول اللي لعبوا دور محوري في تحريك وحدات يوميها. وطبعا العمليه دي حلت مشاكل وما حلتش مشاكل اخرى، لان في ناس قالت اشمعنى دول ومش انا. السادات كان وضعه اكبر، واحد ما حركش قوات ليله الثوره، اتنين كان في السينما، الباقيين على الاقل كانوا منغمسين في الاشراف على العمليات، ثلاثه كان في كلام عن انغماسه في نفاط الحرس الحديدي. فغالبا كان دي مشاكل تحتوي طريقه لامساك بمسؤوليات تنفيذيه. تولى مسؤوليات فيها اتصال بالجماهير اكتر، وده في تقديري هو الاخطر والاهم في هذه المرحله، ويمكن ده لان هو الوجه اللي ليه صوره في وسط الناس، وبالتالي هو تصدى لمسؤوليه في تقديري انا انها كانت اهم، هي الاتصال بالناس، لانه يجيد الكتابه وقارئ ايضا. فلما انشا جمال عبد الناصر جريده الجمهوريه لتكون لسان حال الجمهوريه واسمها الجمهوريه، خلى السادات رئيس تحريرها، لانه يعلم ان هو عنده هذه المهاره الصحفيه والكتابه، وفي نفس الوقت يضع السادات في مازق. بمعنى ايه؟ ان هو لا يمكن ان يكتب ضد التنظيم او ضد الضباط، واذا كان ولا بد ان يكتب هيكتب ضد الملكيه. فده كان نوع ايضا من جمال عبد الناصر، يعني مهاره غريبه جدا، اعاده اختبار الولاء مره اخرى. ولكن الثاني بالدهاء الفطري اللي عنده فهم المساله ومشي في سكه الثوره الى النهايه. يظل السادات رئيس لتحرير جريده الجمهوريه منذ انشائها عام 1953 وحتى صدور اول تشكيل وزاري لحكومه الثوره في سبتمبر من عام 1954، ليتولى في تلك الوزارة منصب وزير الدولة، ليكون ذلك المنصب الهامشي في تلك الحكومة التي لم تعمر طويلا أول وآخر منصب تنفيذي يتولاه السادات
طوال تلك الفترة الحرجة والمليئة بالصراعات داخل مجلس قيادة الثورة. يجيد السادات الوقوف على مسافة محايدة من تلك الصراعات التي ظلت تحصد أعضاء المجلس واحدا فواحدا على مر السنوات القادمة دون أن يلحق به إلا القليل منها. يقبل العمل كسكرتير عام للمؤتمر الإسلامي البعيد تماما عن دوائر الحكم، حتى يبدو وكأنه أكثر أعضاء المجلس زهدا في المناصب القيادية وبعدا عن التكالب عليها، مكتفيا بالوجود في ظل عبد الناصر الذي يزداد قوة وشعبية يوما بعد يوم، حتى يصعب على أي أحد الظهور بجانبه. ينتخب السادات عضوا بمجلس الأمة عن دائرة تلا التي تتبعها قريته ميتا بولكوم لثلاث دورات متتالية تبدأ في عام 57 وتنتهي في عام 68. ينتخب في دورتين منها رئيسا للمجلس، ويقوم خلال تلك الفترة بتنفيذ بعض المهام التي يكلفه بها الرئيس جمال عبد الناصر، كتعيينه رئيسا لمجلس التضامن الأفرو آسيوي عام 1961، وغيرها من المهام ذات الطابع الدبلوماسي التي يريد عبد الناصر إنجازها كما يريد هو تماما. فظل طوال تلك السنوات بالنسبة للرئيس في موقع الصديق القديم الزاهد والمحب والمطيع، حتى جاءت اللحظة التي احتاج فيها عبد الناصر للجميع بجانبه ليقوموا بهذا الدور الذي طالما قام به السادات وحده، ليتلفت حوله فلا يجد من هؤلاء الجميع سوى أقل القليل. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. عبد الناصر كان بيجيد التوازنات، يعني علي صبري كان نائب رئيس الجمهورية الفترة قبل ما السادات تتعين نائب رئيس الجمهورية، شال علي صبري وجاب السادات برغم انه كانت علاقته وثيقه جدا بالسوفييت، وانور السادات معروف ان هو ما بيحبش السوفييت ومايل اكتر ناحيه الامريكان. التوازنات دي كان عبد الناصر بيجيد انه يلعب بيها تماما، بحيث انه يقدم بيها رسائل للاطراف المختلفه، ويعني يعمل نوع من التوازن جوه الحكم بين الاطراف المختلفه. كان معظم اعضاء مجلس قاده الثوره 13 اما توفاهم الله زي صلاح سالم وجمال سالم، او اختلفوا مع الرئيس جمال عبد الناصر، وخاصة منذ بداية القرارات الاشتراكية عام 1961. عبد اللطيف البغدادي، كمال الدين حسين، حرب 67 قضت على عبد الحكيم عامر، والسادات قرارات الواقع دفعته انه يترك سفينة عبد الحكيم عامر، ولعب دور في ازاحة زكريا محي الدين، توقيع كلام، توصيل بعض التصريحات لزكريا محي الدين، حاجات كده. فتبقى في دوائر الحكم المقربة من عبد الناصر حسين شافعي، وهو طبعا مع احترامي للأستاذ حسين شافعي أستاذ فاضل وطني كبير والناس بتقلل جدا من عطائه، إنما ممكن نقول إن عبد الناصر كان بيثق في السادات أكتر. أنا أعتقد إنه تعيين السادات كان جزء منه رسالة من عبد الناصر للغرب، ودي ما كانتش أول رسالة من عبد الناصر. خطاب التنحي، عبد الناصر عين زكريا محي الدين قائم بالأعمال رئيس الجمهورية مكانه، زكريا محي الدين أيضا محسوب على الجناح المؤيد للغرب واللي مش ميال للاتحاد السوفيتي. الحقيقة أنه الاتيان بالسادات لم يكن له علاقة بتغيير التوجه، لأنه لم يكن هناك توجه واضح مختلف بالنسبة للرئيس السادات أثناء فترة الزعيم رحلة عبد الناصر، لأنه هو الحقيقة ما أظهرش أي شيء مختلف فعلا غير بعد ذلك. لماذا بقي معه السادات إلى النهاية؟ ولماذا ولاه نائبا؟ وكان معروف في ذلك الوقت أن اللي بيجي نائب بيكون هو المرشح للرئاسة، شخصية الممثل كانت تتحكم في تصرفاته، وبالتأكيد حبه للتمثيل ساعده في أنه يبطن غير ما يظهر، وإلا ما كان استمر إلى جوار عبد الناصر حتى لحظة توليته نائبا لرئيس مصر، يعني معناها ترشيحه لرئاسة مصر في وقت كان بيتم فيه نوع من التوريث للسلطة، ليس بالضرورة من العصب، لكن عندما يختار الرئيس شخصا ليكون مكانه هذا نوع من التوريث. شخصيته شخصية مركبة جدا، ولما كان في مجلس قيادة الثورة هو عارف بالظبط فين اتجاه الريح، وحتى قال مرة للأستاذ خالد، قال له كلكم كنتوا بتقعدوا تتكلموا
وكل واحد عمال يقول آراء ويعترض وينتقد واتكلم عن الديمقراطية. أنا لبدت له في الدرة، فعقلية الفلاح اللي لبد للرئيس في الدرة، وانتهى الأمر إنه كلهم مشوا وهو الوحيد اللي فضل، وهو اللي كان نائب، وبالتالي جه فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال. أقسم بالله العظيم رجلا أن أحافظ مخلصا من أغلى الرجال على النظام الجمهوري والرئيس جمال عبد الناصر، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.